اخوان في الشوارع شنو كتلقى؟ كتلقى الزرابي بحال هكا اللهم بارك ها باش معروفه ورزازات كيف كتلاحظوا ضروري حتى هي راه كيديروا البيصاره الخوت راه مشي جاب لينا داكشي جديد اللهم بارك كيف كتلاحظوا راه ما بغيناش نداو هذا شحال كيدير تاو بوفقوس شحال الثمن ديالو هذا 70 درهم هذا مجهول رقيق هذا شحال 50 درهم دابا هذه المنطقه ديالو في كاين البلاصه ديالنا الرشيد ديال فاركود فاركود ها هادو هاد العرشاد انت من هادي وواحد الحلاوه كيديرها الاخوان وواعره حبك السلام عليكم الاخوان كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده شكرا بزاف اخوتي على لي كومونتير ديالكم وعلى السيبورت ديالكم شكرا من القلب واليوم احنا عرفتوا فين كنتواجدوا وكنتواجدوا في الطريق تيشكال الاخوان تعتبر الاخوان من بين اخطر الطرقان اللي كيتواجدوا في المغرب وان شاء الله باذن الله راه غادي الورزازات غادي نبارطاجيو معكم ورزازات كامله غنبارطاجيو معكم المعكولات ديالها غادي نبارطاجيو معكم التمور ديالها يعني غادي نتعرفوا على ورزازات بشكل كبير ان شاء الله باذن الله هادشي اللي غتشوفوا معايا ان شاء الله باذن الله في هذا الفيديو وكيف كتلاحظوا انا علاش كنضحك راه انت الزميل ديالي السيمو راه كيشد الكاميرا وخايف حتى على منظر كي واو اه لا طحتي شنو والله لا لقاوك صافي صافي يلاه ضحك والله حتى يلاه ضحك الاخوان راه واقف بالحافه حافه الموت راه هي هذه هي ثاني اخطر طريق كاينه عندك تيشكا وكاينه عندك تيصدريت الاخوان هاد الجوج هادو صعاب وبالخصوص تيصدريت هي اللي صعيبه بزاف الخوت صعب من تيشكا دابا ان شاء الله بقات لينا 100 كيلومتر من هاد البلاصه هذه بقات لينا 100 كيلومتر الورزازات ان شاء الله نبارطاجيو معكم ورزازات كامله وراه ما غنكونش بوحدي راه غيكون معايا الصديق ديالي دنيبير سيمو السلام عليكم خوت هانين كلشي مزيان كنتمنى لكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير كما قال لكم القاطع غتكون واحد الاجواء لناضيه في هذه المدينه هذه اول مره غنجيو اول مره غادي نكتشف هذه البلاصه والصراحه الاخوان كي جاتك هذه كي جات وصلنا هنا لا صراحه باش وصلنا هنا راه بواحد المعاناه راه ما بارطاجيناش معكم الطريق بزاف غير واحد شويه كاينين شي بلايص ما نقدروش نصورهم بالنسبه لي انا ما سفيان راه يصور ولكن انا راه البلاصه اللي فيها الحافه بعك اوكي هرب منها ما نقدرش نشوف فيها الخوت اجي شوف شو لي على منظر اخي السيمو تمنظر لي مع راسك طل 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 مالك شو شو دوك الديور شو راه من طلعنا راه حنا مين بحال الفاد ديال السردين كيبانو حزابين ودابا طريق السنعمة وبسم الله توكلنا على الله بخصوص هنايا كاين الناس كيبيعوا العسل الخوش العسل وامبلو ديال الميطا هنا الاخوان كنعتذر على هذه الرياح اللي غتلقاو في الفيديو صراحه خديت معلومات مهمه عند الصديق اللي كيبيع العسل وحنا دابا حاليا في ارتفاع ديال 3000 الاخوان متر على سطح البحر صراحه كاين واحد الريح اللي بزاف هنا في الطريق هذه كيتباعوا جميع المنتوجات ديال العسل وبالخصوص العسل ديال المنطقه الاخوان وصراحه غادي نتقدم لهذا السيد الله يعمر دار وكنعتذر على الرياح اللي كيتواجد في الفيديو بزاف الخوت عرفتي راه قاسي قاسي بزاف وبالنسبه للثمن ديال املو الثمن على حسب الجودة وعلى حسب الأمن وكاين اللي بالشهادة ديالو واش حسب الأمن
كيكون الاخوان صفر ما شاء الله. كاين هذا 80 درهم وكاين واحد الماركه دايره هذا هو اللي كيتخلط مع امن هو هذا 80 درهم بحال هذا راه ديال اللوز هذا مصايب بجوج ورقه شتي والله هذا اللوز وشحال داير الثمن ديالو هذا 200 درهم لتر دابا كان قبل رخيص دابا غالي ارقام راه غالي تا هو ولكن راه واحد الريحه الخوش اللي فيه راه تبارك الله ما شاء الله كيطلع من 3000 وطلع الليترا كان دارني سدريس فيه واتي على راني الصوت ديالي مشانيه مع البرد بسم الله بسم الله بسم الله ابو الباروك هذا راني سنة الخوت راه طبيعي من نحلة العدل بسم الله وا قسيمو هادي وما طويل بالله لا راني ما عرفتش الشهاده ديالو والله تناضي شحال الثمن ديالها الشهاده ثاني ما معصوره هي شتي هذه الشهاده بحدها هذه عسل حريه لا فيها العلف قول لي علفه الله يرحم الوالدين هذه راه راعيه ولكن معاونه بشي شحال الثمن ديال هذه هذه كدير 120 درهم هذه ذات كيلو هذه دابا كيلو راه كاين 120 درهم 150 درهم هذه كيلو فيها هذا نشوف دوقو هاد العسل الاخوان شوفو كيف كبير عندنا شي واحد يكون مقطع خليها لي بحال هكا مشهده وعطيني المزيانه تكون مشكه كل مشكه الا ما كانت مشكه ما كاين والو تبارك الله لا 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 ناضي هادي مدعمه شويه بال بسم الله واش فيت راه لا بدا واحد شي تلعب ياك بسم الله هادي راه طبيعيه ماشي زعما شي حاجه اللي واو اش بان لك هادي انا ما كاينش اللي باغي شي حاجه مرحبا بها حيت الناس كيقول لنا الا مشيتوا مثلا المناطق الجبليه بارطاجوا معنا شي انسان ممكن فيه بحال حتى الله يسهل عليك راه حنا هنا كاع في كلمه تحت هي كتبات هنا ما كتمشي حتى بلاصه قول لي النمره ديالك جد الله يسهل الله يجيب لك تيسير يعني كيجري على طرف الخبز وهو حلال الله يسهل عليك قول لي النمره ديالك 06 هي 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 ضروري هي الباروكه الاخوان هي المنطقه وصوب لي السكوتش ونطي لي المسائل ولكن راه داكشي راه الجلد زوين ما نكذبوش الاخوان داكشي ناضي وبالخصوص هذا هذا راه الثمن ديالو غالي اخوت هذا اللي كلينا منه في هذا السطر حار حار زوين هذا 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 400 درهم هذا 400 درهم وما فيها باس الاخوان بحال هاد الناس المكافحين اللي كيكونوا في العمق ديال المغرب حاولوا تشرو من عندهم ودعموا السلعه ديالهم فالسيمو قال لك ضروري ويغمس املو تاد املو هذا راه ما يمكنش هذا واملو شوفي كاين شوفي كاين الخوت شو المنطقه ديالو المنطقه الجبليه في كاين ها وراه الصديق راه داير حتى هو التشابوله ديالو هنايا كيف كتلاحظوا وراه المناطق الرائعه هذاك هذاك اش لا ها هو يعطيك الخبز وغيعطيك هذا اركان هذا اللي احمر اسمح لي الليمون لا العسل ديال الليمون العسل ديال الليمون هذا هو اللي فيه كيدير 120 درهم 120 درهم كنبيعو ب 100 درهم باش كنبيع انا هذا نعم كان في الراه كاين هذا كيدير وتا دابا من يعيطوا لك الناس اتفاهم معاهم في ثمن زوين ندوقوا هذا ندوقوا هذا هذاك فيه زيت ارغان هذا ارغان نيشان كثير ما كاينش بزاف ندوقوا دوق اخي سيمو ترى باين واعر هذا ديال اشمن منطقه ما ذكرناش على المنطقه ها انت واعر محلوف محلوف اللوز لا حيت فيه العسل محلوف ماشي لا مصايب بالعسل هذاك مصاوب دابا كل فيه السكر غلاسي في هذا لا تبقى تاكل تبقى تحس تحس بديك الحروشيه كتاكلها في فمك yeah. اما ملي كيكون فيه العسل كيجي راطب yeah. كيجي غير مذاق اللوز بسم الله هي ماشي ذوقه هذه راه جرجيفه بسم الله لا لا هذا كلوا بالصحه والراحه هذا بالصحه وعلى كلوا بالصحه والراحه غنشاركوا معكم الطعام ها الله يحفظك ضروري تشارك معنا الطعام ايوا ضروري ها الله يخلف عليك صراحه هذا الشيء ناضي هذاك الشيء الكاليتي واجي نشوفوا ثاني راه كاينين الناس كيبيعوا هنايا التفاح كاين اللي يبيعوا الليمون
وكاينه واحد العين هنايا، هادي عين ياك؟ كاين فيه العين كيعمروا فيه الماء. ما ديرش محلول زوين هذا. ياك كنمشيو نشربوا من هذاك الماء. مزيان هنايا. كنمشيو نشربوا منه. ويلا يلا ويلا نشوفوا التفيت اللي حد ديال المنطقة. والإخوان وراه واحد البرودة هنا وما يمكنش، هذاك الشيء علاش كلشي كتلقاه لابس الجلابية. انت راك راسك الجلابة غاتعاشى معايا في هذا التراجي. السلام عليكم. وكي داير المرضي بخير؟ الله يحفظك. شوف خويا بخير هاني الله يحفظك. الامان ها هو امان. الامان والماء اشهر عين هنايا، راه عين عرفتي راه تبارك الله راه فوق 2000 2000 متر. اللهم بارك على المغرب. كاين حتى الغراف هنا تبارك الله، الغراف كاين والله تبارك الله عليه. ومين شوف هذه العين ليش انا هذه ما كاينش بزاف هذه من عند الله الفوق. بسم الله. انت فين تبان هذاك؟ شنو؟ هذاك القراعي. شنو؟ هو واعر. شنو؟ والله إلا واعر أخي سيم. زينة. التفاح ديال المنطقة شو كيدير تبارك الله تا هو. ما شاء الله. يا الله خي سيمو دابا الورزازات ان شاء الله وشو لي الديكور ما شاء الله العظمة ديال الخالقة. هنا راه اي واحد كيدوز من الطريق هذه كيوقف هنايا. واخيرا الاخوان وصلنا الورزازات. وعلى الدخلة بانوا لينا واحد التميرات الاخوان. غنصورو راه ديال ماليهم تمالهم ديونكم راه ديال ماليهم. شت تميرات كيديرين هذا البلوح شو الله وما بارك. غادي ندوق خويا هاني ناكلو منه ما ياك. الله يحفظك يحفظك ليا. شو ليا شو ليا الاخوان الله وما بارك. بسم الله توكلنا على الله. الله 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 ها انا الله وما بارك. ها هو رزازات بزين. ها تشوف ها تشوف البلوح هذا ها عندكم ديال بسم الله توكل والله الا بلوح هذا واعر صح. ها؟ عندو هاد العرش هذا. انت من هديه؟ واو على مذاق. المقرا تهز. وواحد الحلاوة كيديرها الإخوان وواعرة. والترا بنينة. المقرا تتعرف من هنا واش فين؟ تهزو كامل. اه حازمينو. حازمينو محزوم. والترا بنينة صح. انت شو تبارك الله الترا والله تا حلوة الخوت. مبارك وجري. وين ناكلو؟ عندنا ترى ما عمر هذا. والله يخلف عليهم والله يخلف عليهم والله يقوي الخير والله يدومها نعمه. وانت شو الفوق وتبارك الله هذاك كامل ما هذاك واقف اش من هذاك طيب مزيان تبارك الله. وي. سيمو غين عسانا نفرش لك هنا سيمو زوينة تكون غادي في الطريق اه الخير بحال العباد ناضي. بارك علينا اخويا بارك حيد لا بارك بارك لا بارك غادي يطيحوا لنا هذو الطيبين. الله يبارك بارك عليك. يلا بارك راه دخلنا الورزازات الحمد لله. ولكن احسن بلاصه تقدر تبات فيها الا كنتي متريبي هي واحد فينتا. غادي نمشيو نباتوا فيها الصباح ان شاء الله باذن الله. عاد نبارطاجيو معكم ورزازات كامله ونبارطاجيو معكم اللوحه كيفاش دايره. راه مع صبات الشتاء الاخوان غادي تكون عمرات القضيه وتظاهرات القضيه. ودابا نمشيو نبارطاجي معكم اللوحه كيفاش دايره. خوط راه الطريق ليها غير بيستا كيف كتلاحظوا كتجي حتى لهاد الطريق هادي وكتلقى واحد الطريق بيستا من هنا كتدخل لها جوج كيلومتر ديال بيستا الاخوان اللي كاينه. ولكن ماشي مشكل ضروري خاصنا نرتاحوا الاخوان لحقاش عينا. ها الواحه الاخوان راه كاينه لتحت تبارك الله ولكن راه الطريق راه منعرجات خطيره. راه الواحه فين هي اخوان كيف كتلاحظوا هذه هي البلاصه اللي غادي ندوزوا فيها الليله كامله كيف كتلاحظوا مع العظمه ديال الخالق. خاي سيمو كي جاتك البلاصه؟ احسن بلاصه تقدر تخيم فيها والتمر موجود هنا ياك. غادي نساليو لي وغندخلوا نعرفوا راه ديال الناس هذا صاحبي اه ثانيين بالمؤونه ديالنا راه هي. ولكن انا جاني الجوع بالليل غنوض ونخليك هنا ونمشي ندخل داخل. سير اخويا دبر راسك البوله ديالنا المسائل داكشي زوين راه عندنا البوطه عندنا المسائل لا احتاجينا شي حاجه راه غادي نطيبوها الاخوان. ولكن راه كلشي على هاد على هاد البلاصه الرائعه بلا ما تهبطها. انت شو عرفتي فين نتايا؟ شوف شوف لي انت شو على منظر. اللهم بارك.
شوف تبارك الله ما شاء الله. هذه راه ديجا جيت لها اخي سيمو. هادشي مرسوم ياك؟ مرسوم سبحان الله من عند الله. مرسوم اه. من عند الله مرسوم. سبحانه وتعالى. وهاد البلاصه راه كامله كاين نخيل. واحسن جوده ديال التمر راه غادي نمشيو غنكتشفوه مع الناس ان شاء الله باذن الله الغدا الفيقو غادي نبارطاجيو ورزازات كامله ان شاء الله باذن الله. واش وراك النخيل وراك الطبيعه الجميله. خلاص الصراحه واعره كيف كتلاحظوا راه بين القصب وكاين هنا واحد البلاصه زوينه. هنا واحد العام غرقات لي الطوموبيل هنا الخوت كيف كتلاحظوا هذه هي البحيره ما شاء الله بحيره زينه والمفازين يا سلام ها هو كاين شويه الريح هنايا ما شاء الله وكاين حتى الحوت الاخوان هنا راه كاين الحوت تبارك الله الدنيا كي دايره غادي راه فاش كان الواد راه هجم هجم الاخوان هنايا وعمرها تلقى دايره شوف الواد كيفاش داير ما شاء الله تبارك الرحمن وعلى واحد السقيل كاين هنا راه يا سلام سبحان الله هادي الى جيتي الورزازات خاصك ضروري تزورها وبالخصوص دوز فيها ليله رائعه هادي ثاني ليله غندوز في هاد البلاصه هادي ولكن راه واعره كوني قال نضربوا الطريق ونجو حداد النخلة هادي ونضربوا الطون ونضربوا الطون راه معشينا الاخوان بالطون اليوم بحال عيطت لينا سبحان الله وحنا راه ضياف عندك اليوم ها قبلي علينا وحضينا وحضينا حضينا وي جزيك بخير هادشي اللي فين الطون خاكك تاهو منين الطون منين ملي كتكون خارج الخلا ها الخبز يجيك بحال هكا تاكل في سميتو في كيكه سبحان الله الطبيعه وكاله ولكن غدا نخلفوه واش نخلفوه؟ غنخلفوه في المدينه اه تبني ما كاينه ماكله هنا خيين بارك لي دابا الاخوان بسم الله توكلنا على الله ها انتم جيدة أغريقيات والله إلا بنين بلدي عرس أخي سيمو عرس تكيبان جيدة تشو أسير أبو الحسن والله يسامحك أمين يا ربي والله يخلي لك وليداتك وليدات وليدات شو التفاح مليح صح وضرب تفاحة وتا كاين حتى الرمان سيمو ها قالك رمان البركة تركي الرمان تشكون بحال الحمد لله بسم الله صباح الخير واو تمر واعر وصباح الخير صباح النور كي داير بخير الله يحفظك نعيسه ياك نعيسه راه كاين التمر كاين كلشي كاين كلشي حدانا واه الله يلا نقابلوا شي واحد ها نقابلوا هذا دابا مقابلوا شي واحد السيمو داكشي علاش ما نهزوش حنا هزينا الباروك انا خدا شي تمايرات هاكا تمايرات اش غيديروا هادوك ها بلاصه تستحق الزياره نجيبوا واحد الدويره هنا خفيفه ظريفه عاد نتحركوا المهم قادينا المسائل ديالنا جمعناها فراش ديالنا داك الشيء ناضي اللهم بارك نكتشفوا هاد البلاصه هادي هادي الشجره ديال الرمان شو واحد الرمان حاصله شو تبارك الله وهنا راه جا الواد هذا راه كامل كان واد الخوت كله جاو دا كلشي وحنا رانا عسين في الواد كحمل علينا الواد كمشينا فيها وكاين حتى العنب هنايا هذا تا هو العنب ها هو
ولكن واش سال الموسم ديالو ولا ما عرفتش كيفاش علاش ما نايضش. هذاك التمر اللي لاصق الاخوان في شجرة راه سال الموسم ديال التمور، غير هو كيبقى تمايا حيت كاين الانتاج بزاف تبارك الله. هنا سبحان الله رمله رمله هنا بحال تقول البحر. ها والله الا رمله الخوت، هذه الرمله جابها الواد. نايضر زوين نايضر، يا سلام. هاي الطريق اللي جينا منها البارح، واحد القاوريه هاي القور راه كيجيو بزاف هنايا. زوينه صراحه هاد المنظر هذا تشوفه مع الصباح، راحه نفسيه. دابا الاخوان غادي نمشيو ان شاء الله باش نبارطاجيو معكم ورزازات. اول حاجه غنبارطاجيو معكم فطور، غنمشيو نفطروا هي الاولى، غادا نبارطاجيو معكم الساحه، بارطاجيو معكم التمور، نشوفوا التمر شحال داير، نشوفوا الجوده ديال التمر كيفاش دايره الاخوان. الى جيتي لورزازات ضروري خصك تجي لهاد الواحد، كتعتبر من بين احسن البلايص اللي تقدر انك تخيم فيهم، تريح فيهم ترولاكسه. والاخوان بدات كتصب الشتاء، الحمد لله على كل حال وصلنا وبدات كتصب الشتاء وليدي. شوف راه حنا فين ما مشينا لاي بلاصه كتكون الرحمه ديال الله كتنزل على هاد الناس، هذاك الشيء اللي كاين. غنمشيو دابا الاخوان نفطروا ان شاء الله باذن الله. وترى الشتاء وانا لابس سليب سبحان الله العادي، ديما كنقول لك كيما ندخلوا شي مدينه كتوقع شي حاجه اللي زوينه. والحمد لله الله الحمد لله، راه امطار غزيره امطار غزيره والله، تزيد في الازدهار ديالها وتبدل لينا هاد البلاد ان شاء الله، ويولي كل شيء رخيص، يولي البيض تشري ب 16 ريال، دابا البيض راه داير 30 ريال ما كرهناش. اخوان في الشوارع شنو كتلقى؟ كتلقى الزرابي بحال هكا، كتلقى هاد الحيلي هذا اللهم بارك، كيف كتشوف شو تبارك الله. هنا راه الزخرفه اخي سيمو، شو تبارك الله شحال ديال المجوهرات هنايا. هو سيمو داك الشيء راه قديم بزاف، محل الاخوان كيف كتلاحظوا راه قديم تبارك الله. شو هذيك الجلابة سيمو شتيها؟ كلو اه هاي وهذيك راه جلابة، جلابة قديمة عندها سنين، عندها سنين ها؟ لا ما تبيعش تحفة هذه، هذه ما تبيع ما تشرى. ياه هاد الجلابية ديال البيع العميم، هاد الجلابية الصغيرة هذي البيع عليها شحال دايرة هذي شحال؟ شحال دايرة؟ شحال الثمن ديالها؟ هاد الجلابية الصغيرة هذيك 150 درهم، 150 درهم قديمة بزاف، 150 درهم هذيك الخوت. انت اخي سيمو كل شيء كاين تبارك الله هنايا، شفت تبارك الله. هذا الجلاب اللي عندي فين؟ الذي صوف هذيك صوف اصلية؟ اه صوف اصلية. اه كاين كاين ما يدار، شو هذا البرارد وهذا تبارك الله بريردات كي دايرين، داك الشيء ناضي. هذا الخنجر 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 شي تبارك الله. هادشي راه الاخوان باقي كاع ما فطرنا، ما عرفت كيفاش قنعت سيمو انه يجي يشوف هادشي هذا. شو تبارك الله هنايا هذا اللوبان سيمو، اللوبان انا كاين اللوبان هذا راه ديال زبل ديال الفلوس. شو تبارك الله قديم هذا تاعو، هذا ديكور، هذا ديكور ديكور ديال الناس الاولين المدجه اللي كانت كدير. هذا الفري ديالو وصل تقريبا شي 70000 ريال. هذا يا سيمو صافي؟ لا 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 هي 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 هذا الدون متاكد؟ متاكد. اه راهو راهو مصدي مصدي من الداخل، شي مصدي من الداخل الدون ما كيصديش، ما كاين لا صدى لا والو لداخل اصاحبي، كاين هاد اللعيبات هادو ولكن لا بان لي بحال النحاس انا، راهو كاين نحاس هذا اصاحبي نحاس. اه هني شو مهيريز شو المهيريز بعدا راه تعلمتي مني الصنعة؟ لا تعلمنا هذاك نحاس اصاحبي 100%. ها ناضي ولا ما ناضيش؟ ها الصينية المسائل داكشي تقليدي تبارك الله. دابا الاخوان دخلنا للسوق البلدي كيف كتلاحظوا، دابا ان شاء الله باذن الله غادي ندخلوا باش نتعرفوا على الناس هنا باش كيفطروا، الناس ديال ورزازات باش كيفطروا. وفي هذا السوق هذا راه كيتباعوا الزي الصحراوي، يعني ورزازات راه حتى هي باب الصحراء الشرقيه الاخوان. دابا غادي ندخلوا ان شاء الله باذن الله للسوق ونبارطاجيو معكم التمور ونبارطاجيو معكم اهم حاجه هي الفطور، نشوفوا الناس هنا باش كيفطروا.
نتوما كيف كتلاحظوا مول الببوش هنا راه ساد. هادو كيبان لي انا تما نحسبهم على الصحراء تما ديال العيون والداخله وداك الشيء. ما كيفيقوش بكري. وحنا غنشوفوا دابا حنا ما كنحناش. ولكن انا الراي ديالي تما كيبقاو ناعسين. هذاك الشيء اللي كاين. كيكونوا بالليل. وشو لي مول الببوش تا هو ساد. كلشي كلشي فطور اخويا انا. موجود الخير ياك. فطور. شو واحد كيصاوب فطورات. شي واحد فطور بالليل. فطور. بلدي. لا ما بغيناش حنا داكشي ديال زواي الزوات، بغينا داكشي بلدي. بغينا البيض، بغينا الحريره، العيش، ما كاين شي حاجه ديال اللوبيا. اللوبيا. كيكون واحد لتحت اللي كيصيب داكشي. ياك. حتى العشيه. حتى العشيه. حنا ما ناكلوش حتى العشيه. وين فطروش حنا. الله يحفظك. الله يكبر بك. الله يحفظك المرضي، الله يحفظك. دابا نعطينا شي واحد. معروف كاين. كيمشي عندو الناس كيمشي عندو حتى انا مره اخرى ياك عطيني جبانية ها نعم في العشية في العشية في العشية كتكون عندي صافي في الساحة نيت الساحة نتاعك صافي الله يحفظك شكرا لك بزاف شكرا ها اللوبيا غاسيمو غنسولو على التمر ان شاء الله باذن الله كيف كتلاحظوا شو التمر شو غنسولو على التمر شحال داير هذا المجهول ها المجهول هو هذا غنسولو عليه ونديوه ان شاء الله باذن الله. صافي درت الفطره. عرفتي دابا فين تفطر؟ في ساحه الموحدين راه واحد النبيغه كتشوف التمر شي التمر تبارك الله. الشر اللي كنديرو حنا ديال الليمون الحامض اللي كنديرو قدام الديور عندنا. هما عندهم تمر. تمر تبارك الله ما شاء الله ها انتوما شوف خير ديال البلاد. ومرحبا بك اخاي سيمو ورزازات. ورزازات. سيمو دابا راه غنمشيو نفطرو عند واحد النبيغه. راه هو راه. كيف قال لك السيد كوينا؟ قال لك هنايا سميتو. هاد البلاصه فيها بزاف غير الفطورات صحاب الهاي كلاس صحاب الهاي كلاس القور كيجيو القور بزاف الدرويش ما يفطرش ما كاينش ما كاينش داكشي بلدي بلدي ما كاينش كاينه غير بلاصه القور كنا بغينا نفطروا بشي حاجه اللي بلديه ومتميزه يعني الناس ديال ورزازات باش كيفطروا قلنا كيفطروا غير في حالات حوانت عاديين يعني عادي بحال المحلابه حنا بغينا شي حاجه اللي تكون متميزه بها في الفطور ولكن ما لقيناهاش الاخوان دابا ان شاء الله راه كاين واحد النبيغه راه هو راه هو اللي غادي عنده ان شاء الله باذن الله وهذه هي ساحه الموحدين هذه الساحه هذه شوف انا باغي نتساحى بالليل عرفتي قداش كتكون عامره راه كتكون مدكوكه اش كيكون فيها؟ كيكون فيها الفايب كيكون فيها القروضه هنايا كيكونوا فيها الناس كيضربوا الجيتار الناس كيضربوا هذيك مزيان نضرب اللوبيا دابا باقي ناعس اللوبيا على الصباح انت راك واحد الديناصور انت راه ماشي شوف ما باغيش نشوف ما باغيش تفطر بها باغي شي حاجه بلديه شي حاجه اللي تتكال بعدا من اشاد علينا حتى الوحده وشوف وان شاء الله باذن الله غادي نفطروا فين تغماس بجهد الله واو تفطر باللوبيا صح سير على مولانا هذه هي القهوه الشعبيه اللي كاينه هنا الخوت هي هذه التخيط وانا نفصل البصاره كاينه السلام عليكم ياك السلام عليكم كاينه البصاره والله حتى كاينه انا اللهم بارك البريريز اللهم هذا راه تما عندهم اتاي ديال الصحراء تما راه كيصرعوا اتاي سير هذا علاش ما تبغيش ديرو ديرو فوق راسك سيمو اعدى حاجه ديالو هو البراد يكون فيه النعناع اللهم بارك ها باش معروفه ورزازات كيف كتلاحظوا ضروري حتى هي راه كيديروا البيصاره الخوت تبارك الله شحال دايره هاد الجبانيه هادي 6 درهم الثمن ديالها 6 ديال الدراهم الاخوان نبارطاجيو معكم الفطور شحال داير هنايا بالنسبه للناس اللي بغاو يفطروا في الساحه راه حنا في الساحه الاخوان شو هذه هي الساحه ديال ورزازات غادي نذوقوا البصاره ونقولوا لكم كتجيب هذه الزلافه هذه وخبيز وسميتو والعالم والعالم غنذوقوا دابا البصاره ونقولوا لكم وا انت شوف كنسحبها غارقه وما غارقاش دير دير غتقولك دير دير كتسحبها حتى غارقه دير 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 حرك الفوق والله الا كنسحبها غارقه 120 من الفوق والله الاخوان اللي كنسحبها غارقه والله حتى كنسحبها غارقه 120 من الفوق ما غارقاش بزاف ما كتفونديش العاشق دير بحال الطاجين ما كتفونديش العاشق الخوت بسم الله بين لك 120 بزاف لا البلاتي نذوقوا بسم الله الله يحفظك شكرا زوينه واعره واعره بصاره واعره انا مصيبه بجلبانه بجلبانه الله الا واعره لها طعم اخر لها طعم اخر الاخوان ها هي حاجه وحده تقولبنا هذا الطاجين ماشي جبانيه الخوت الله الا واعره واعره واعره
هذا فطور جيد، ما تبقاش تسول في الفطور. هذا فطور سوبر. بالنسبه للثمن ديال الفطور الاخوان تقام علينا ب 660 ريال، وكيعطيك كادو اللي لاحظت مسيكا، كيعطيك كادو مسيكا باش تبقى تدعي معاه. سير الله يكب عليك. دابا ان شاء الله باذن الله غادي نمشيو غنبارطاجيو معكم الجوده ديال التمور، وبالنسبه للثمن حتى هو ديال التمر شحال داير هنايا في ورزازات. بالنسبه للمارشي اللي كيتباعوا فيه التمور او كيتباعوا فيه الموارد وكاع داكشي ديال اللي كيتعلق بالورزازات راه كاين هنايا في هذا السوق. هذا السوق بلدي 100%. والتمر راه كتلاحظوا راه شحال داير هذا خويا؟ 25 درهم الكيلو. هذا 30 درهم. وهذا 650. وهذا البلوح هذاك 25 درهم. 25 درهم هذا ديال الفلاح حقيقي 100%. الا بغيت تاخذ هذا يعني ما فيهش هذوك المواد الحافظه هذا الاخوان. هذا بيو من الشجره اللي عندك. هذا من الشجره الاخوان الفمك. هنا العيالات كيبيعوا الخوم، وكاين واحد الفايب زوين هنايا في ورزازات صراحه، واحد الجو يا سلام. السوق بلدي كيتباع فيه، وهنا كاينين مالين الحوايج، الزيوفه، التمور. وغنمشيو عند النمره 40. الى جيتو لهنا جيو النمره 40. غنمشيو عنده حيت يتلاقى معنا هو اللي ورانا فين الفطره الاخوان. داكشي علاش غادي نمشيو عندهم بارطاجيو معكم المحل ديالو كيفاش داير. السلام عليكم. كيداير خويا؟ بخير لاباس عليك؟ كلشي مزيان صحيحه؟ هو هذاك ياك هانيه نصوروا ياك دابا غتبارطاجي معنا. الله يحفظك، راه من المتابعين الاوفياء. وراه انتوما راه بحالكم الا كنتو دايرين شي بروجي عيطوا لينا ومرحبا والف مرحبا. النمره ديال الصديق راه 40، راه تسولوا عليها النمره 40. دابا عزيز، دابا خويا عزيز جينا عندك انت. دابا هادشي كله كيتباع في ورزازات، كلشي ضروري. الا جا بنادم الورزازات خاصو يدي الباروك من هنا، يدي الكادو. دابا غتبارطاجي معايا ها التمر. شو تبارك الله على الباب. هذا التمر شمن؟ هذا قليد. هذا قليد؟ قليد السلطه. قليد بشمعه. قليد قليد قليد. ها هو التمر. شو كيدير تبارك الله الاخوان، داير بحال البلوطه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. واعر هرطب رطب وزوين. كيدير في الثلاجه هذا ياك؟ لاحظتو بارد ياك؟ هذا راه بارد الاخوان، راه كيدير في الثلاجه يعني باش ما يفسدش لهم. احنا دابا تنشريو بعاد كنشريو في الحيطه التمر كنخبيو ياك باش كنديرو في الفريكو. ها نعم. هو راه يصبر يصبر بلا فريكو. يصبر بلا فريكو. باش كانت معروفه المنطقه شحال هذه. هذا كيتسمى دابا باش معروفه المنطقه كاين دابا المجهول وبوفقوش. وهذا بوست حمي. هذا بوست حمي. بوست حمي اه. بوست حمي كحل كيكون حلو. تيكون حلو. ندوق هذا. هذا بوست حمي. بوست حمي هذا من الشجره اللي عندك الاخوان. من الشجره الفمك. الله شوف شوف معسل. شوف 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 معسل الاخوان. بسم الله. هذا كيجي في العصير ناضي. هذا في العصير. شحال داير في الكرتونه ديالك؟ هذيك 30 درهم الكيلو. فيها كيلو 30 درهم. خليها لي هذه صافي. ها هي راه باين. دابا عطينا مجهول اجود انواع التمر اللي كيتواجد في ورزازات. عطينا الكاليتي. وهنا الاخوان راه كيتباع الموارد. الموارد كيف كتلاحظوا كيتباع الورد. ها هو الورد. ها الورد. الورد من كيجي؟ كيجي من قلعه مكونه. قلعه مكونه ان شاء الله باذن الله راه غادي نمشيو ليها ونبارطاجيوها معكم حتى هي. كيجي منها هذا الورد. هذا شوف هذا الورد كيتخدم بنو بزاف ديال لي زاكسيسوار ديال التجميل وبزاف ديال الزيوت. هذا هو المجهول. هو هذا الكاليتي الاخوان ديال التمر. تبارك الله ما شاء الله كيف كتلاحظوا. شو التمره قداش؟ غير التمره شو صبعي قداش؟ لا ما تجبدش هذه راه غاليه هذه تبارك الله. شو 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 صبع كبار. هذا هو المجهول الاخوان. راه مشى جاب لينا داك الشيء جديد اللهم بارك كيف كتلاحظوا. راه ما بغيناش ندون. هذا شحال كيدير جاو؟ بوفقوس. هذا بوفقوس كيتسمى بوفقوس. شحال الثمن ديالو هذا؟ 70 الغليظ. 70 درهم. هذا مجهول رقيق. هذا مجهول رقيق. هذا شحال؟ 50 درهم. 50 درهم الكيلو. الكيلو. وهذا علاش هذا غالي وهذاك؟ هذا سميتو بوفقوس. هذا مجهول. هذا شحال فيه؟ نص كيلو هذا؟ كيلو. 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 هذا بوفقوس هو الواعر.
زعما الطبق هو واحد ما نعطيك الطبق ياك. وهذا مجهول الغليظ بحال المجهول الغليظ هو هذا شحال الثمن ديالو؟ هذاك 90 درهم. 90 درهم الكيلو. الكيلو بارك الله الكيلو. نعم. قول لي دابا هاد المنطقة ديالو فين كاين البلاصة ديالو؟ الرشيدية في أرفود. أرفود. الرشيدية. نعم راه وديال الورزازات اللي فين هنايا ديال المنطقة؟ لا فاش تمر تيجي من زاكورة ولا من كيجي من زاكورة والرشيدية. هذه معلومة مهمة الإخوان. الورزة دابا بحال لا كنتي ملتقى الطرق. الملتقى كيتلاقى هنا كيتباع هنا. كيتباع هنا. هذا. قول لي أخويا المجهول اللي معروف اللي معروف في المغرب اش من بلاصة؟ اللي معروف النادي هي الرشيدية. تحية الناس الرشيدية. الزاكورة معروفة تمن صغير. لا معروفة حتى هي بوفقوس. بوفقوس هما عندهم. يعني وهذا شحال الثمن ديالو هاد الكرتونة؟ هذا 100 درهم 200 درهم الكرتونة فيها جوج كيلو. 100 درهم. جوج كيلو 200 درهم. 200 درهم. فيها جوج كيلو. تبارك الله. فيها جوج كيلو. وكتمرة حدا اختها. تمرة كبيرة تبارك الله هذا ب 200 درهم الاخوان كيف كتلاحظوا شوف. تبارك الله اللهم بارك شك بعدتي عليا اختي نهزو وراه خويا راه 200 درهم راه 200 درهم لا ما تخافش هذا بوفقوس ديال زاكورة المهم هذا هذا مع السلامة مع السلامة صاحبي هذا ديروا عصير واعر هذا ندوقوا بسم الله شو كيدير الاخوان شو هاكا السيم بسم الله ندوقوا بسم الله تيذوب هذا شحال داير هذا؟ هذا 60 درهم والله الا كيذوب في الفم الاخوان هذا ب 60 درهم هذا مليح هذا كيلو ب 60 درهم وهذا كيلو ديالو شحال قلتي لي داير؟ 100 درهم فين هو اعطيني انا ذاك الكيلو هذاك اندي كيلو من هذا الخوش لحقاش هذا راه الكاليتي ديال التمر كيف كتلاحظوا الجوده ديال التمور هو هذا راه باينه من الشده يبان لك ها شوف شوف تبارك الله قداش ها لوزه شاد لك ليدك راه شاد ليد راه تبارك الله راه تمر مليح والاخوان اللي بغيت تاخذوا حتى هذاك في المذاق ديالو زوين هذا ناشف انا كعزيز عليا التمر يكون بحال هكا الاخوان يكون ناشف ما يكونش معسل بزاف كل واحد ولوغو ديالو الخوت هذا هادي دابا 100 درهم الخوت شو فاكيلو ناضي فاكيلو هادي كيلو قد قد فيها كيلو 100 درهم ولا 150 ديال الخوي فيها كيلو قد قد ديال التمر صافي ها هي فيها كيلو الاخوان ناخذوا هذه غندو غير الباروك فهمتوا حنا بغينا ضروري نبارطاجيو معكم الثمن نبارطاجيو معكم التمر كيفاش داير ومن بعد نبارطاجيو السواك هذا كي داير هذا السواك كنمشي لي ديريكت هذا هو السواك البلدي شحال داير هذا اخويا تحيه للامهات السواك 100 درهم وكاين ديال 5 درهم هذا كل السواك الداخل ما كاينش هذا السواك كامل شحال داير الوحده شحال 8 8 درهم هاك دير لنا شي جو دير ثلاثة ثلاثة دير لي ثلاثة ديرني ثلاثة ف هاهما صاوبهم ليه ف هاهما البواطة ديالهم والله الإخوان هنايا إلا بغيتي تقدا هادشي ديال السواق بلدي هذاك ياك بلدي راه باش نتمي الريحة لا لا زوينة السيمو واو واو ترى مليح والزيت الزيتون ما عندكمش هنايا الزيت ديال العطاوية هادي ديال العطاوية ديالو العم ديال العطاوية هادي هادي الزيت راه ما كاينش هنا كاع ف في هاد المناطق هادو كيمشيو يطحنوا ويجيو يبيعوه هنايا كاينه منو كاينه زيت ارقان بحال زيت ارقان زيت ارقان شحال دايره؟ زيت ارقان 500 غادي نطحن عليه 500 درهم شري طحنه انا اللي طحنه هو صافي التيق هذا نشم وا شي شم السيمو شم تراه ما يمكنش اصح واعره واعره تبارك الله واش منطقه خويا هادي ديال 500 درهم 500 لترو هادي الجمله مقيومه عليا هاد الرابع هاد نص كيلو سيترون سيترون شحال داير؟ هذا 250 درهم 250 درهم 250 درهم راسك طيح عليك ب 8400 درهم الا طحنتي راسك طيح لك بشحال؟ 8400 تورا ما هي ما هي قول لي المنطقه المنطقه ديال ديال كتجيني من هادي من اكادير من اكادير وامنوا امنوا تا هو من كيجي تا هو من اكادير تا هو من اكادير والزعفران زغبه عندك تا هو الزعفران دابا حداكم تالي وين تالي وين تالي وين هذا ديال تالي وين شحال الثمن ديالو هذا؟ دابا 30 درهم باش كي 30 درهم للجرام مليح هذا شوف هذا شوف شوف واحد كبير واحد الريحه وكبير وعطاش واحد لا الزغبه الزغبه كيديروا حنا الزغب ديال الكبال ديال سميتو ويصبغوا لا مليح هذا باش تعرفوا ما مزور هذا هو هذا هو خاص يكون فيها الصفر جدر جدر معلم عرفتوا الاخوان واحد الريحه طالعه من هنا راه يا سلام 30 درهم للجرام تشم الله ترى واعره صح الجرام عندك هو هذا هذه ب 30 درهم الاخوان ولكن زعفران راه اوريجينال يعني راه تالي وين راه بقات لها تقريبا من هنايا غير 260 ياك 200 كيلومتر كاع موجود زعفران تما موجود زعفران
لا الا مشيتي في البلاصه اللي لقيتها التسويقات ديال السوق. السوق ديال واش من نهار كيعمر السوق ديال التانيوين؟ السوق غالبا كيعمر السبت غالبا. السبت السبت ايوا باقي الوقت وباقي راه بحال والو نقدروا نمشيو تما، ولكن حنا الوجهه ديالنا الجهه التين غير جهه قلعه مكونه. غادي حنا لهذا الاتجاه ما غاديش لهذا الاتجاه. دابا هذا الاتجاه راه غادي بحال اكادير، حنا خصنا نطلعوا لفوق قلعه مكونه، حيت قلعه مكونه فيها ما يتشاف الاخوان هذوك المناطق كامله مسمرير بولمان دادس. عندك القلعه عاد بومان بولمان بولمان دادس عاد تينغير عاد تينجده الرشيديه الرشيديه من تما دوز كدير الطريق اخويا تما دوز المكناس وفاس ومن تما غندوز المكناس وفاس السيمو. عرفت غدير؟ غنمشيو مول يعقوب ان شاء الله باذن الله. دابا قبل الى تسالك بيا راسول على الحمات تما الحمات الحمات ها ها غادي نمشيو لهم الرشيديه ان شاء الله باذن الله. واحد الاماكن دايرين بحال البيسين بحال طبيعيين وكيخرج الماء سخون وكتعوم في ذاك الرولاكس وفوق الجبل وواحد الديكور واعر غنمشيو ليه ضروري غنزوروه. راه الباروك الاخوان غادي ندوم عند الصديق الباروك، خدينا هذا المجهول هذا راه زوين سوبر، الثمن ديالو 100 درهم الاخوان. هذا القرقع ديال المنطقه ثاني ديال الامزري هذا ديال امزري امزري بسم الله ندوقو. قال ما دغ ماشي بحال الروميان ما دغ ديالو حلو. واو البلدي ديما كيكون حلو بلدي واعر مقرمل واعر اخي سيم. يحفظك شكرا بزاف نعطيك الضوء واحد الوزيه. وبالنسبه للناس الى جاو الورزازات يجوا عند الصديق الله يعمر دار. هذا اللوز ديال الورزازات؟ لا ديال الزقوره. ديال الزقوره اجي تشوفوا بلدي بلدي بين بلدي شحال 130 درهم تكايس عليه راه 130 درهم. شو قول اللوزه قداش الخوت؟ بسم الله لا لا يبارك مقرمل مقرمل مولا مش شجره هذا طيب من الشجره لهنا 130 درهم انت مقرمل انت مقرمل ها ديري مغرم كيدير 100 درهم واش هذا ما طيبش؟ لا ما طيبش ما طيب ما والو. الشمش اللي مكمل هذا شحال ديالاش؟ هذا 100 درهم ديال المغران ديال الامغران نواحي ديال ورزازات. ها هو اللوز ديالهم هذا داير 100 درهم الكيلو حتى واعر اصاحبي. هذا سبحان الله مقصحاه الشمش والله الا مقرملاه الشمش في الشجره الله يجعل البركه. ها هو البروك خذ ثلاثه ها هما السواك ثاني غناخذو حتى السواك. ها هذا راه ديال المنطقه كون ما كان ديال المنطقه ما غناخذوش غندو المولين الدار الله يجعل البركه. شحال الثمن ديال السواك هنا بقى عندي؟ 8 درهم وحده 450 هكا هادو الكادو 450 هاك ناري شي عطانا الكادو وتا لا لا هاك هادو ديولاش هادو؟ هذاك مورد هذا المورد مورد. المورد تحية الناس ديال قلعة مكونة وحده ليك وحده اللي عزيز عليك ما تخافش راه هو في الكل عطانا جوج كادو الاخوان. بالنسبه للناس اللي بغاو يكومونديو شي حاجه انت قريبه قرعه مكونه كتتاجر في الورد كاينين العيالات اللي باغين المنتوجات من هنا تقدر انك تبارطاجي النمره مع الناس. مرحبا ماشي مشكل. قول النمره. النمره 0626 92 50 اللي بغى شي حاجه يتصل بخويا عزيز راه الله يعمرك. الله يحفظك خويا عزيز. تحيه لك. تحيه خويا عزيز. وجي وعدت السيد راه مبشر الخوت صراحه راه مبشر والله. الله يحفظك. مبشر. وقال لي نباتي وعندي حنا راه باقي عندنا الطراجي. باقي جاب علينا الطريق والله. والله خويا عزيز الله يحفظك وشكرا لك بزاف. الله يحفظك. خويا عزيز. وتحيه السميه العزيزه. الاخوان حتى لهنا غيكون سال الفيديو ديالنا صراحه. جينا للاستوديو هنايا اللي معروف ورزازات ولكن لقينا الثمن ديالو 80 درهم. 80 درهم هو يستاهل انه تدخل ليه ب 80 درهم. اشنو غادي تشوف؟ غادي تشوف طياره، غادي تشوف طوموبيل، غادي تشوف سميتو هذوك الباص القديم، غادي تشوف روند روفير حتى هي قديمه بزاف الاخوان راه هما كيبانوا لكم، وغادي تشوف حتى سميتو ها هي السياره القديمه، وغتشوف طيارة راه هي محطوطه تما. هادو غتشوفهم تقريبا ب 80 درهم. داكشي علاش الاخوان انا والسيمو غادي تجينا ميزانيه باهظه، داكشي علاش غادي نكتافوا بهذا القدر هنايا في ورزازات. وبالخصوص الاخوان كنا بغينا نبارطاجيو معكم الماكولات اللي لداخل، ولكن ورزازات ما معروفاش بالاكل الشعبي ديالها، معروفه الاخوان بهذا الاستوديو هذا كيجي اي واحد كيجي ليه كيدخل ليه ب 80 درهم الاخوان. مغربي كيدخل ب 80 درهم. وكاين الاخوان لي كواد فين تسركل في الجبال هنا بالكواد، وكاينين الواحات، واهم حاجه في ورزازات اللي هي التمر. التمر الاخوان كيف كتلاحظوا وهادشي اللي كاين. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وتجربه جديده وبلاصه جديده والسلام عليكم. سيمو
حنا خدينا فكره بعدا شكون اللي كان هنا. كان كيمثل الجوكر، كان كيمثل باتمان، وهذه باتمانه، وهذا هادو كانوا هادو هما اللي تمثلوا هنا صاحب، هادو هما الافلام اللي تمثلوا هنايا فهمتي. وتمثلوا ثاني هادو ديال الورقه، هذا انا ما عرفتوش اخويا، هذا ما عرفتوش. انا عرفت شكون هو، شكون هو، هو ما عرفتوش اخو. هذا طوم كروز. طوم كروز، طوم كروز. ويلي ويلي، حنا راه ما عارفين على واش. الاخوان كتبوا لينا في لي كومونتير، ها تما كتبوا لينا عاونونا.